رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على قضية سيم الفهري وحكم السجن عليه بثمانية سنوات سجن مع النفاذ العاجل وخطية مالية قيمتها 40 مليون دينار. برشا اتهامات نقلتها المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنه السبب الحقيقي لسجن سيم الفهري هو أنه ما كانش أداة طيعة في يد الغنوشي وحركة النهضة. وبرشا ناس اتهموا أنه راشد الغنوشي هو السبب الحقيقي وراء دخول سيم الفهري في السجن ووراء الهرسلة اللي تعرض لها سيم الفهري منذ الثورة إلى حدود اليوم. لكن مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريح لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة يؤكد فيه أنه ما عنده حتى علاقة لا هو ولا حركة النهضة بسجن صاحب قناة الحوار التونسي سيمي الفهري. وأكد راشد الغنوشي أنه سيمي الفهري إنسان نظيف وطبيعي.